للمزيد من التفاصيل من القدس المحتلة تنضم إلينا دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية. عودة إليك دانا، إذن عن جديد الأوضاع في القدس المحتلة في أعقاب صلاة الجمعة اليوم. نعم، الهدوء الحذر سيد الموقف، وذلك بعد لحظات صعبة عاشها المقدسيون هنا في تخوم البلدة القديمة وعند أبواب المسجد الأقصى أو حتى أبواب القدس المحتلة. كان هنالك منع للفلسطينيين من الاقتراب من أحد أبواب القدس الذي يؤدي ويصل إلى المسجد الأقصى، وتحديدا نتحدث عن باب العمود وباب الساهرة التي حولتهم قوات الاحتلال إلى ثكنة عسكرية بفعل المتاريس الحديدية التي وضعتها ونشرتها منذ ساعات الصباح الباكر، منعت فئة الشبان تحديدا من الدخول إلى المسجد الأقصى لتأدية صلاة الجمعة وسط دعوات من دائرة الأوقاف الإسلامية إلى ضرورة شد الرحال، وذلك تزامنا مع العدوان وعلى الحرب مع أهلنا في قطاع غزة. إلا أن الشرطة الإسرائيلية كانت للجمعة الثالثة على التوالي قد منعت الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد الأقصى، مضطرهم إلى تأدية الصلوات في شوارع القدس العتيقة عند أبواب المسجد الأقصى من الخارج ومن هم سكان البلدة القديمة. أما من لم يستطع الدخول إلى البلدة القديمة فأدى صلاته عند أقرب نقطة، فحولوا شوارع المدينة إلى مساجد، ولكن قوات الاحتلال قمعت هذه الصفوف التي رصت لأداء صلاة الجمعة بالقنابل الصوتية وبالقنابل الغازية والمياه العامة التي فرقت المصلين تحديدا عند وادي الجوز. كذلك الحال كان هنالك يعني استهداف لمنازل المواطنين الآمنين من خلال المياه العادمة التي رشت عشرات المنازل هناك. ما زالت هذه المتاريس الحديدية توضع وموضوعة عند أبواب القدس المحتلة وتحديدا عند باب العمود، باب الساهرة، باب الأصباط، حيث الصورة من خلفنا. وقبل قليل شهود عيان يؤكدون أنه تم الاعتداء على شاب فلسطيني من منطقة باب الزاهرة، وذلك بسبب محاولته الاقتراب أو الدخول إلى البلدة القديمة. أصبح الأمر مرهون ليس فقط والمنع مرهون في المسجد الأقصى، بل إن كانت هويتك الشخصية مدون عنوان سكنك غير البلدة القديمة لا يسمح لك في الدخول. ناهيك عن الإغلاقات الإجبارية التي تفرضها على المحال التجارية في البلدة القديمة، وذلك ضرب للاقتصاد الفلسطيني ومنع وصول حتى الباعة والمشترين إلى داخل هذه الأسواق. هذه الإجراءات دانا وفق الإسعاف مقتصرة الفلسطيني على يوم قال الجمعة فقط أم هذه إجراءات تتبعها سلطات الاحتلال عادة في القدس؟ منذ اليوم الأول لهذه الحرب على قطاع غزة كان هنالك نشر وتعزيز شرطي في مدينة القدس ووجود وحدات خاصة من هذه القوة التابعة للشرطة الإسرائيلية. ننوه أن الشرطة الإسرائيلية هي من تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة في القدس وفي الداخل الفلسطيني، ولكن الجيش يعمل في الضفة الغربية. لذلك عزز التواجد شرطي في القدس المحتلة ونشرت وحدات خاصة يطلق عليها وحدات اليمام ووحدات اليسام، وهي التي كانت متواجدة اليوم لفض هذه الصفوف عند تأدية صلاة الجمعة. نتحدث أن كل الأيام سواسية في مدينة القدس، ولكن ما يزيد عليها من إجراءات وتعزيزات شرطية يوم الجمعة هو وجود هذه المتاريس الحديدية أو المركبات الشرطية التي توضعها كأنها حواجز طيارة في شوارع المدينة المقدسة لتمنع وصول المسلمين. حتى في الأيام العادية لا يكون هنالك سماح لفئة الشبان للدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، ولكن تحويل القدس ككل إلى ثكنة عسكرية أو حزام تلتف هذه القوات يكون عادة في تكثيف لهذه القوات ولهذا التواجد في يوم الجمعة تحديدا، وذلك بسبب الدعوات التي أصدرتها فصائل المقاومة الفلسطينية إلى ضرورة التصدي لاقتحامات واعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال وضرورة شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك. ولكن دعني أنوه إلى هذا الخبر العاجل الذي ورد الآن، صفارات الإنذار الآن في سماء أشدود وعسقلان ورعيم ومستوطنات غلاف غزة، وذلك بعد استهدافها من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية برشقات صاروخية مكثفة ردا على استهداف المدنيين من أهلنا في قطاع غزة. وفي ظل الحديث عن هذه صفارات الإنذار، ما زال الجيش الإسرائيلي يتغنى بالإنزال البحري الذي نفذه في قطاع غزة، والرواية الفلسطينية تنفي كل هذه الروايات الإسرائيلية المحتلة، ولكن الجيش الإسرائيلي يؤكد أن هنالك 6 إصابات في صفوف المستوطنين في تل أبيب، وذلك بعد سقوط
سقوط رشقات صاروخية مكثفة على بعض المباني، وأن هنالك فشل من القبة الحديدية في التصدي لمعظم هذه الرشقات الصاروخية، ما أدى إلى إصابة مبنى بالكامل واندلاع النيران وإضرام النيران في داخل هذا المبنى. كذلك الحال، هذه صفارات الإنذار سمعت في اللد والرملة وفي ضواحي تل أبيب الكبرى وفي جنوبها تحديدا بيت يام وريشون لتسيون والعديد من هذه المستوطنات هناك. لربما أود أن ننوه إلى نقطة مهمة هنا، الإعلام الإسرائيلي أو حتى المنظومة الأمنية العسكرية قالت وبأن فصائل المقاومة قد تراجع أدائها في هذه الرشقات الصاروخية. اليوم إرسال هذه الرشقات الصاروخية وإحداث الأضرار في تل أبيب، أي بمعنى استخدام رشقات صاروخية أو صواريخ بعيدة المدى، تحمل رسائل بأن لدى فصائل المقاومة الكثير في جعبتها من هذه الصواريخ أو من هذا الرشقات الصاروخية، وبأنها قادرة على الوصول ليس فقط إلى المستوطنات القريبة من حدود غزة، بل تصل اليوم إلى تل أبيب وإلى عقر دار الحكومة الإسرائيلية. لذلك هذه الرسائل التي حاول فصائل المقاومة الفلسطينية إيصالها، وذلك بعد تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي وغيره من مسؤولين في الدائرة وفي المنظومة الأمنية العسكرية أو السياسية، بأنه لربما كثرة الضربات الجوية أو الإنزالات البحرية أو التوغل البري أضعف قدرة المقاومة الفلسطينية لتخرج هذه المقاومة من جديد في هذه الرشقات المستمرة حتى اللحظة. دانا، أيضا كان هناك استهداف لتل أبيب أيضا بصواريخ أيضا ربما أوقعت بعض الأضرار في بعض المباني وبعض الإصابات، هل لديك معلومات؟ صحيح، هذا ما نتحدث عنه، بأن الجيش الإسرائيلي أعلن في بياناته بأن هنالك رشقة صاروخية تحمل 6 صواريخ كانت قد سقطت على مباني في تل أبيب وضواحيها. هم يقولون تل أبيب الكبرى، هذا يعني بأن كل المستوطنات الواقعة سواء في وسط تل أبيب أو في حتى جنوبها وضواحيها، نتحدث عن ريشون لتسيون، باتيام واللد والرملة، وهذا المطار، مطار اللد أو الذي يطلق عليه مطار بن غوريون، الواقع في تلك المنطقة الجغرافية التي اضطرت بعض الشركات أو معظم الشركات لتوقيف حركة الطائرات وإلغاء هذه الرحلات الجوية من هناك بسبب صفارات الإنذار التي دوت في المكان. لربما أمس كان أكثر استهداف منذ اليوم الأول حتى هذه اللحظة هو تل أبيب. الرشقات الصاروخية كانت متتالية مكثفة مستهدفة للعديد من المناطق الرئيسية في تل أبيب الكبرى، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي والحديث عن العديد من الإصابات. ولكن الإعلام العبري والجيش الإسرائيلي عادة في بياناته الرسمية يحاول تقليص هذه الأعداد للحفاظ على قوة الردع الإسرائيلية وعلى صورته أمام المجتمع الإسرائيلي والجمهور الإسرائيلي. ولكن اليوم الإسعاف الإسرائيلي يقول أن هنالك 6 إصابات الآن، يعني قبل قليل، قبل ساعة من الآن، تحدث عن وجود 6 إصابات، وبأن هنالك يعني إعاز من الجبهة الداخلية الإسرائيلية ل4 مشافي بفتح المشافي لاستقبال أي إصابات قد تنجم عن سقوط هذه الصواريخ، وذلك بعد فشل القبة الحديدية في التصدي لبعض هذه الرشقات الصاروخية التي أضرمت النيران في مبنى سكني في تل أبيب. دانا، أعود معك إلى المجتمع الإسرائيلي، والذي أشارت استطلاعات الرأي إلى تناقص النسبة التي تؤيد من المجتمع الإسرائيلي عملية برية في قطاع غزة، من 65 إلى 49. الرأي العام هنا كيف يتحرك باتجاه مسألة الاجتياح البري لغزة؟ أهم ما يهم الجمهور الإسرائيلي أو الشارع الإسرائيلي اليوم هو ملف المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية. ويقول الشارع الإسرائيلي أن المستوى السياسي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو المسؤول عن هذا الإخفاق الاستراتيجي والعسكري الذي حدث في 7 من هذا الشهر الجاري. لذلك حمل المسؤولية للمنظومة السياسية، ولربما لأول مرة نتنياهو يعني يضع نفسه في خانة المسؤولين عن هذا الإخفاق، وقوله بأن هنالك بعض من الإخفاقات حققتها المنظومة السياسية. لذلك الشارع الإسرائيلي بعد إرجاء الحديث عن ملف المحتجزين في كل خطابات نتنياهو أو بخطاب وزير الدفاع يوآف جالانت أو رئيس أركان جيش الاحتلال، خرجوا في تظاهرات في تل أبيب في القدس، وداهموا منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس وحتى منزل الرئيس الإسرائيلي الذي دفعه هذا الاحتجاج إلى استقبال ممثلين عن هؤلاء العائلات في منزله، والحديث بأنه من أولويات المنظومة الأمنية العسكرية هي استعادة الرهائن.
بأن هناك أو ما يطلق عليهم حسب التسميات العبرية، ولكن نقول بأن هنالك صحيفة معرفة العبرية كانت قد أجرت استطلاع رأي وتحدثت أن 49% من المستوطنين يرون بضرورة تأجيل وإرجاء هذا الاجتياح البري، وهم يفضلون أن يكون ملف المحتجزين في أولى أولويات المنظومة الأمنية قبل الحديث عن اجتياح بري. لماذا؟ لأن الاجتياح البري قد يعرض حياة وأمن وأمان المحتجزين لدى فصائل المقاومة إلى الخطر، وهما لا تريده هذه العائلات في داخل إسرائيل. لذلك تدفع على المنظومة الأمنية والعسكرية يعني بالضغط لإرجاء هذا الاجتياح البري العسكري، وتطالبهم أيضا باتخاذ مسؤولياتهم وعدم الحديث عن تحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية. شكرا لك دانا على هذه التفاصيل، وأصحح بأن نسبة استطلاعات الرأي تناقصت المؤيدة للاجتياح البري تناقصت من 65% إلى 29%. دانا أبو شمسية من القدس المحتلة، شكرا على هذه التفاصيل.